بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم وأسعد بصحبتكم في أولى مباريات كرة السلة في هذا الموسم، موسم 2020 2021 2022، والقيادة الأولى والفنية الأولى للساحر أوجستي جولبي بوش. النادي الأهلي ومصر للبترول في الدور التمهيدي ل بطولة دوري أو المنطقة، منطقة القاهرة لكرة السلة. نبدأ بتشكيل نادي مصر البترول والقيادة الفنية للكابتن طارق محمد مدير فني، الكابتن ماجد محمد مدرب عام، والكابتن خالد سمير أخصائي. أما اللاعبون هو رستان رقم 27، كريم عماد محمود ابن نجل أو نجل الكابتن عماد محمود، عمرو عماد 41، ميشو حسن 4، زياد أيمن زيزو 7، عادل عصام 1، يوسف صالح 6، محمد هشام 14، أحمد هشام 24، عبد الرحمن بيبو 11، مالك سليمان 9، ميدو 8، وعلاء عصام 15. أما تشكيل النادي الأهلي هو بودي حسام رقم 1، بيبو زهران 88، إبراهيم الجمال 9، أحمد مهيب 14، أبو النصر 23، وعمرو زهران 0، مروان سرحان، مالك ياسر، سيف سمير وسيف صلاح ومؤمن خيري ويوسف حامد. وعلى بركة الله نبدأ أحداث المباراة بتشكيل نادي الأهلي الخماسي، بودي حسام، إبراهيم الجمال، أبو النصر ومالك ياسر وسيف سمير. الكرة دلوقتي في حيازة نادي مصر البترول، وادي أول تراي على الباسكت كده من اللاعب محمد هشام، لكن مخالفة المشي بالكرة وتصبح الكرة في حيازة النادي الأهلي. بدأ الجامبول وكانت الحيازة لصالح نادي مصر البترول. نبدأ المباراة على بركة الله، بودي حسام صانع لعب نادي الأهلي، زون ديفنس نادي مصر البترول، بودي حسام لأبو النصر، قطع له سيف سمير تحت الباسكت لمالك ياسر اللي بيطلع كيك اوت لإبراهيم الجمال اللي بيشوط وبينجح في تسجيل أول ثلاث نقاط لإبراهيم الجمال والنادي الأهلي. ثلاث نقاط للنادي الأهلي، مان تو مان النادي الأهلي، محمد هشام سلم الكرة ليه عبد الرحمن بيبو تحت الباسكت بيلف ويروح، لكن بلوك حلو قوي من مالك ياسر وفص بريك جميل من بودي حسام للجمال، واول نقطتين تو بوينت واول خمس نقاط للنادي الاهلي يستطيع تسجيلهم ابراهيم الجمال. عبد الرحمن بيبو من مصر البترول لكريم عماد، كريم بيعدي كريم مان تو مان قوي من النادي الاهلي، عبد الرحمن بياخد السكرين بيقف بيشوط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، السكند شوت عند مين؟ سكند شوت هنا بتلمس ايد لاعب نادي مصر البترول وبتصبح الكوره اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، بودي حسام لسه مصر البترول زون ديفنس، مالك ياسر قطع ابراهيم الجمال تحت الباسكت بصات سريعه من غير دريبل تنتهي عند ابو النصر اللي بيشوط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، وخطا شخصي يرتكبه مالك ياسر على لصالح نادي مصر البترول. اوتسايد فاول وخطا شخصي. محمد هشام بيعدي مع ابو النصر مش سايب دفاع قوي. هنشوف تنويع دلوقتي من أوجستي بوش واول ظهور فني ليه في النادي الاهلي، هنشوف تنويع في دفاعاته، لكن خلينا مع الهجمه دي. محمد هشام لكن هنا خطا شخصي على سيف سمير، خطأ الشخص الثاني على الفريق الأهلي والخطأ الشخصي الأول على سيف سمير. زيزو هيطلع الأوت بيسلم على طول لمحمد هشام لزيزو تاني، دفاع قوي لسه من النادي الأهلي، أول تجارب أوجستي بوش وأول نقطتين لصالح نادي مصر البترول. 5-2، 8 دقائق 5 ثواني أعزائي المشاهدين على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. مالك ياسر تقطع في السكة يسيطر عليها تاني مالك، لكن يعمل الستيل حلو زيزو ويوصل ويسجل نقطتين وهو بيعتذر على الستيل لأوجستي بوش، تلقى التحية خلاص مفيش حاجة يا مالك. بعض الأخبار هنقولها لحضراتكم في التوقفات، لكن خلينا مع الثري بوينت دي وبودي حسام، تلاتاية بودي حسام التانية لصالح النادي الأهلي. زيزو بيعدي يسلم لهشام لبيبو، عبد الرحمن بيبو بيعدي عبد الرحمن واخد السكرين يلف تاني ويرتكز
زيزو لعلاء، عصام بيحاول يعدي مع مالك ياسر مش سايبه، بياخد الفيدوي يسلم لهشام في الثواني الاخيره بالشوط، اي حاجه ما بتجيش خلاص تاتي معها صافره انتهاء زمن الهجمه 24 ثانيه عشان تروح الكره لصالح النادي الاهلي. 8-4 اعزائي المشاهدين، 7 دقائق 12 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. بودي حسام بيعلق لسيف سمير اللي بيطلع كيك اوت للجمال، فكر يشوط لكن اخترق، طلع خطا شخصي على اللاعب رقم 14 محمد هشام و اوت سايد لصالح نادي الاهلي. اتنين واحد في الفاولات، الجمال لبودي، بودي حسام سكيب باس الناحيه الثانيه لكن تتقرف السكه وتتقطع من كريم عماد وتطلع الكره اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمه والكره اهلاويه، طلع للجمال، الجمال لابو النصر، لا الطريق فاضي، سلم الكيك اوت للجمال اللي شاط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، تلم الكره عند كريم عماد اللي بيطلع وبيجري على الفاست بريك وبيبني هجمته، زيزو يقف يسلم لهشام، هشام لكريم عماد، كريم بيعدي كريم، لسه الكره مع كريم، يسلم لزيزو، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، زيزو مع بودي حسام بيطلع الكيك اوت لعبد الرحمن بيبو اللي بيشوط 3 بوينت ما بتجيش، يسلم على طول لبيبو فاست بريك ودنك مالك ياسر ابو الفتوح، فاست بريك واسيست حلو من بودي حسام لمالك ياسر اللي بينجح في تسجيل دنك عشان يوسع الفرق الى 6 نقاط، 10-4 لصالح النادي الاهلي. كريم عماد من مصر البترول لعلاء عصام، زيزو ياخد السكرين من كريم عماد، كريم اوبن شوت 3 بوينت شوت ما بينجحش في التسجيل، زيزو من اعلى نقطه بيلم لكن ما بينجحش في التسجيل، بيلم على طول على السكند شوت على الديفنسيف ريباوند، سيف سمير اللي بيعمل سكيب باس الناحيه الثانيه لبودي حسام، باصات سريعه وحلوه قوي شوت ابراهيم الجمال ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاه سيف لكن تروح لكريم عماد، لكن هنا دبل دريبل يحتسبه الحكم، وهقول لحضراتكم حكامنا هو الحكم الاول كابتن احمد مدبولي وكابتن خالد الجمل وكابتن عصام سامي، وتغييرين في صفوف النادي الاهلي، خرج سيف سمير ونزل سيف صلاح، وخرج ابراهيم الجمال ونزل احمد مهيب. لسه نادي مصر البترول زون ديفنس، مالك ياسر وقف مديام شوت شوت نجح في تسجيل نقطتين، وسع الفارق الى 8 نقاط، 10-12-4 خمس دقائق 25 ثانية، ضغط من بودي حسام على بيبو عبد الرحمن بيبو، والضغط يولد الأخطاء وتطلع الكرة على عبد الرحمن بيبو. طبعا فارق الخبرة ما بين النادي الأهلي ونادي مصر البترول، لكن مصر البترول بيأدي في أحداث في منتصف هذا الكوارتر بطريقة كويسة وشكل جيد أمام النادي الأهلي. أوتسايد للأهلي، بودي حسام بيعدي ملعبه ويبدا هجمته، بودي الملك ياسر لمهيب، سيف صلاح، سيف سكيب باس لبودي، بودي وثلاثات بودي ما نجحش بودي في التسجيل، لما الكره على طول كريم عماد اللي بيسلم لعصام وعبد الرحمن بيبو هيمسك الملعب، بوينت جارد نادي مصر البترول لعصام، على عصام لكريم عماد، كريم لكن خطا شخصي على بودي حسام، ثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاهلي وخطا وحيد على نادي مصر البترول. تغييرين كمان في صفوف النادي الاهلي، نزل بيبو زهران في مركز صانع اللعب وخرج بودي حسام، ونزل ايضا مروان سرحان الصفقه الوافده الجديده بدل من مالك ياسر اللي متالق في منتصف هذا الكورت، زيزو اوبن شوت 3 بوينت شوت ما بينجحش في التسجيل، مروان سرحان ينجح في السكند شوت او في الديفنسيف ريباوند، فاست بريك سيف صلاح حاول يلعب واحد على واحد بيخلص بشماله ما بتجيش، لكن بودي او بيبو زهران يسترجع الكوره يسلم لمهيب، بيبو تاني مهيب ميديا 3 بوينت مهيب ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على عصام لزيزو، زيزو لعبد الرحمن بيبو لزيزو تاني،
لسه الكرة مع نادي مصر البترول. عدى زيزو وقف شاط ميديم نجح في التسجيل 6-12 لصالح النادي الاهلي. 4 دقائق بالتمام وكمال عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الفتره الاولى والكوارتر الاول. بيبو زهران ابن نجمنا الكبير كابتن علاء زهران كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر. مروان سرحان والكات حلو والباصه احلى والباسكت اجمل من مروان سرحان. اول نقاط مروان سرحان في احداث هذا اللقاء. زيزو بيبو عبد الرحمن بيبو لعلى عصام لزيزو. ضغط قوي جدا من النادي الاهلي في دفاعاته. مفيش حد بيدي فرصه للتاني. ميديم شوت شوت نجح في التسجيل على عصام في غفله دفاعيه اهلاويه. يقرب الفارق الى 6 نقاط. مروان سرحان لبيبو لمروان تاني. مروان سلم لمهيب. مهيب اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. بيبو زهران وثري بوينت بيبو وينجح بيبو في تسجيل 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. وسع الفرق الى 9 نقاط. بيبو زهران كريم عماد لسه مع الكوره وبيبو مش سايبه. كريم ميديم كريم شوت كريم ما بينجحش في التسجيل. مهيب يلم لكن هنا في خطا شخصي على لاعب نادي مصر البترول علاء عصام. فعلا على علاء عصام وخرج علاء عصام ونزل عمرو عماد وخرج ايضا عبد الرحمن بيبو ونزل ميشو حسن. دول لعيبه نادي مصر للبترول. ده التغييرات اللي حصلت. وعلاء عمرو علاء زهران برضه نزل بجوار اخوه بيبو زهران. وادي عمرو في اول لمسه. مروان سرحان فيك بالثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلمه مهيب لكن في خطا شخصي على اعتقد هنا على اللاعب رقم 15 علاء عصام او اللاعب رقم 14 عفوا محمد هشام. 3 اخطاء شخصيه على كل فريق. عمرو علاء فيك حلو عدى البنتريشن استخدم جسمه لكن ما بينجحش في التسجيل وهو بيحصل على خطا على اللاعب عمرو عماد ورميتين حرتين لصالح بيبو او عمرو علاء زهران. عمرو على تنفيذ رميتين ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. 8 سري شاطهم سجل منهم 3 ونجح عمرو زهران في تسجيل الرميه الحره الثانيه. عدى على طول ميشو حسن دفاع قوي وان سبورتسمان لايك فاول على ميشو حسن لاعب نادي مصر للبترول بعد ما ضغط عليه كويس قوي عمرو علاء. تلقى التشجيع من كابتن رامي دياستي وكابتن مستر اوجستي بوش بينده له يعني بينده لمروان سرحان لو الكاميرا تيجي عليه وبيشرح له ايه المطلوب في تحركاته. وادي عمرو على تسجيل تنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. 3 محاولات فري ثرو او فاول شوتنج للنادي الاهلي نجح في تسجيل 3 من 4. الحيازه اهلاويه. اوجستي بوش والقياده الفنيه الاولى للنادي الاهلي. مروان سرحان لعمرو علاء. عمرو السيف سيف بيحاول يعدي لكن تتخطف منه. توصل على طول لميشو اللي بيقلب الناحيه الثانيه لكريم عماد. كريم مع عمرو زهران لميشو. ميشو من مصر البترول بياخد السكرين من علاء عصام بيعدي يسلم شوت ميديم ما بتجيش. يلم مروان سرحان الشوطه كانت مع عمرو عماد. يلم بيبو في مركز صانع اللعب. عدى بيبو سلم لمهيب. مهيب لبيبو تاني طلع له مروان قلب الناحيه الثانيه لعمرو زهران الشوت 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل وتروح الكوره اوتسايد على النادي الاهلي. واضح من البدايات الثقه في اداء لعيب النادي الاهلي. عندك اوبن شوت شوت التايمنج بتاعك مظبوط ما تخافش وده بيولد ثقه للاعبين. دي واضح انها واحده من سياسات اوجستي بوش. وادي زيزو اللي نزل تاني طلع الكوره ليه عمر اللي بيروح لعلاء عصام لكن خطا شخصي هنا بيرتكبه مروان سرحان على
اللاعب محمد هشام ورميتين حرتين. تغيير في صفوف نادي مصر البترول، خرج زيزو ونزل راستان. شاط على طول محمد هشام، نجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. 19-9 دقيقة 24 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. وادي الرمية الحرة الثانية ما بيجيش، يلم على طول النادي الأهلي. بيبو زهران اتأخر فيها، اتردد، طلعت أوت سايد، خبطت في إيد لاعب نادي مصر البترول وطلعت أوت سايد لصالح النادي الأهلي. أوت سايد، طلع بيبو لمهيب، مهيب لبيبو تاني، قلب الناحية التانية لمروان سرحان و 3 بوينت مروان، لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم مهيب لكن تقع من ايده وتروح لكريم عماد اللي بيهدى على ملعبه ويسلم لراستان ليه ميشو. ميشو بياخد سكرين، اخر 50 ثانية في احداث هذا الكوارتر. راستان بيحاول على الكورة، بيهوش، بيوصل وياخد خطأ شخصي من سيف صلاح ورميتين حرتين لصالح نادي مصر البترول. على التنفيذ راستان هو اللي هيشوط الرميتين الحرتين. 50 ثانية بالتمام والكمال، 19 الأهلي 9 مصر البترول. قول لحضراتكم برضو على الفرق المشاركة في هذه البطولة أو الدور التمهيدي، هي فرق الاتصالات والأهلي والجيش ومصر البترول والقاهرة، وحاليا في نفس التوقيت على الصالة الصغيرة صالة الشهداء. نخلنا بس مع راستان، راستان ما نجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى. على صالة الشهداء بيقام لقاء القاهرة ونادي الجيش. وادي الرمية الحرة الثانية ما بينجحش في التسجيل، يلم سيف صلاح على الديفنسيف ريباوند، يسلم لعمرو لبيبو يهدى على ملعبه. عمرو علاء قطع حلو قوي لكن خطفت في السكة، لسه الكورة حايرة. هنا مخالفة المشي بالكورة، ليه؟ لأن اللعيب كان واقع وقت ما مسك الكورة وقام بيها. هنا في القانون تحتسب ووكينج أو مخالفة المشي بالكرة. تروح الكرة أوتوماتيك للنادي الأهلي 34 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول، 19-9 لصالح النادي الأهلي. مروان سرحان واحدة من الصفقات الجديدة اللي أنجزها النادي الأهلي، وخطأ شخصي على راستان هو وعمر عزب، يمكن عمر عزب النهاردة وعمر طارق وعمر الجندي وياب أمين ما بيشاركوش، وده راجع لأنهم لسه راجعين من منتخب مصر اللي كان بيلعب فيه كيجالي رواندا بطولة افريقيا، وجوستي بوش او مستر جوستي بوش اعطاهم راحة وهيعودوا للملاعب قريبا. عمرو علاء ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الاولى. وما بينجحش ايضا في تسجيل الرمية الحرة الثانية. احمد هشام يلم على طول، يسلم لعمرو عماد اللي بيطلع بالملعب ويبني هجمته، يسلم ليه ميشو. ميشو باخد السكرين، لعب من عماد، ميشو اخر 13 ثانية لسه كرة مع ميشو مع مصر البترول، يسلم، هوش، عايز يقف والشوط، نجح في الشوط، نجح في التسجيل في اخر 5 ثواني. بيبو عايز يشوط قبل صافرة النهاية وفعلا شوط، لكن ما بينجحش في التسجيل عشان تنتهي احداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 19-11 لصالح، 19-11 لصالح النادي الأهلي في أولى مبارياته في الدور التمهيدي لمنطقة القاهرة. وادي كرة أهلاوية والحيازة أهلاوية، وادي عمرو علاء زهران في أول 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. واحدة من الحلول الهجومية الشوتين، لكن الكرة دلوقتي في حيازة نادي مصر البترول. راستان من نادي مصر البترول لميشو اللي بيعدي، يقف، يرتكز، يسلم لهشام، هشام لعادل عصام، عادل وتراعى الباسكت مع راستان، لكن خطأ شخصي على مؤمن طارق خيري صاحب اللقطة الأولى في هذا الكوارتر. وخماسي النادي الأهلي هو مؤمن طارق خيري، مروان سرحان، عمرو علاء، بيبو زهران،
والناشئ الصاعد يوسف حامد رقم 34. هقول لكم على خماسي نادي مصر البترول دلوقتي، لكن في اول توقف. ميشو اللي بيسلم ليه عمرو عماد، عمرو الرستان، رستان بيعدي بيستغل جسمه وقوته، بيحاول على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، تلم الكوره لسه الكوره في صراع، هنا جامبول والحيازه مصر للبترول، حيازه بتروليه لم يفتتح ايا من الفريقين اي نقاط في احداث هذا الكوارتر. رستان مع مؤمن طارق خيري اللي بيعدي بيستغل جسمه كويس قوي، لكن تروح على الباسكت، لكن بيعمل بلوك حلو. يوسف في اول ظهور ليه في الدرجه الاولى، بيبو زهران بلاش دريبل كتير يا بيبو، سلم على طول لاخوه بيطالبه بالهدوء. بيبو لعمرو علاء، بيبو تاني بيحاول يخترق يطلع لعمرو، عمرو والكيك اوت لمروان سرحان والثري بوينت ما بيجيش، لكن هنا في خطا شخصي فعلا فعلا في خطا شخصي بوشنج على بيبو زهران، خطا شخصي حتى هو كابتن مستر اوجست بوش بيقول له فعلا انت عملت فاول. وادي تغيير في صفوف النادي الاهلي، ثلاث تغييرات دفعه واحده، بيبو زهران يخرج ويخش مكانه بودي حسام، ومروان سرحان يخرج وينزل مكانه سيف سمير، وعمرو علاء زهران يخرج وينزل مكانه ابراهيم الجمال. رستان معاه يضغط النادي الاهلي من اول الملعب، عايزين نشوف الضغط وهيتحكم فيها ازاي. يسلم على طول لميشو، ميشو معاه بودي حسام، ليه عادل لميشو تاني، لسه الكوره مع محمد هشام لرستان، رستان بيعدي لمحمد هشام، ميديم شوت اوت اوف بالانس ما بينجحش في التسجيل، لكن الكره هنا تروح عند عمرو عماد، لسه الكره مع عمرو عماد اللي بيقف وبيهوش وبيشوت تو بوينت وينجح في التسجيل وينجح في اضافه اول نقطتين في احداث هذا الكوارتر، وخطا شخصي على عادل عصام لاعب نادي مصر البترول، واوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد بودي حسام هو اللي يمسك الملعب، لسه مصر الطيران بادئ زون ديفنس لم ينهيها، يبقى صعب عليه انه يلعب مان تو مان قدام النادي الاهلي. بودي حسام ليه مؤمن، ثلاثات مؤمن، ثلاثات مؤمن ما بينجحش مؤمن، هارد لك يا مؤمن، يرجع على طول النادي الاهلي. وادي رستان ترانزيشن ديفنس بتاع النادي الاهلي، وقف قدر يوقف الفاست بريك نادي مصر البترول. مد هشام لرستان تاني، رستان بيعدي يوصل، نجح في تسجيل نقطتين، لم ينجح الاهلي في تسجيل اي نقاط في خلال الثلاث دقائق دول، سبع دقائق 10 ثواني اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. الجمال ليوسف مؤمن، بساط سريعه من النادي الاهلي، يلحق بودي حسام لمؤمن طارق خيري، تروي تانية مؤمن على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، يلم يوسف اللي بيطلع للجمال، الجمال مودي او بودي تنتهي عنده بالثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، لكن يوسف يلم تاني، يوسف يلم تاني، خمس محاولات ثري بوينت للنادي الاهلي ما بينجحش في التسجيل حتى هذه اللحظات، وفي لاعب من نادي مصر البترول مصاب شد كده. بس ده هشام، اه ده هشام مش رستان، انا كنت بقول عليه احمد هشام اللي خرج، احمد هشام اللي نزل هو رستان. وادي كره اهلاويه، يوسف لبودي حسام اوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يعمل الستيل على طول الجمال، طلع الكره قبل ما تزنق لكن تقع من بودي حسام، لسه الكرة مع رستان بيسلم على طول لعمرو، عمرو الميشو تراي على الباسكت من البيس لاين ما بينجحش في التسجيل، للم يوسف على طول اللي بيسلم والفص بريك ليه الجمال، يقلب الناحية التانية المؤمن خيري، مؤمن ليوسف تحت الباسكت سيمي هوك ما بتجيش، تراي على الباسكت توصل ليوسف تاني لجيمي،
الجمال شوت 3 بوينت، لكن خطأ شخصي هنا على اللاعب رقم 14 او 22 راستان، هو اللي بيرتكب الخطأ الشخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. بيبو نزل وخرج ميشو حسن من نادي مصر البترول، واوت سايد اهلاوي تخبط في رجل عمرو عماد وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. فكر حضراتكم طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله الاهلي والجيش على نفس الصاله الساعه 6 مساء باذن الله. وحابب انعي وفاه الشقيق كابتن ياسر ابو الفتوح، يعني ربنا يتغمده برحمته يا رب. نرجع للمباراه، يوسف لبودي حسام، بودي وكيك اوت لمؤمن اللي بيشوت 3 بوينت ينجح في تسجيل اول 3 بوينت في احداث هذا الكوارتر بعد 6 محاولات من النادي الاهلي، ولا محاوله لنادي مصر البترول. راستان عجبني شكل الديفنس في النادي الاهلي. راستان لسه مع الكوره، ضغط على اللعيبه، المقابله، الديناي، كل الحاجات دي، لكن هنا خطا شخصي يرتكبه بودي حسام. 22-15 عايزين المشاهد، 5 دقائق 27 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. خطا شخصي ورميتين حرتين على النادي الاهلي. راستان هينفذ الرميتين الحرتين، ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. وعلى تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل. تغيير في صفوف نادي مصر البترول، هيخرج احمد هشام رقم محمد هشام رقم 14، وهينزل اعتقد ده عادل عصام ولا يوسف صالح. اول مشاركه لي يوسف صالح في احداث هذه المباراه. يوسف مركز 4، مؤمن خيري، الجمال، الكيك اوت ليوسف، يوسف اوبن شوت 3 بوينت، ما بنجحش في تسجيل اير بول، يلم راستان يسلم على طول لميكي اللي بيلعب واحد على واحد ينجح في تسجيل نقطتين. بودي حسام بيعدي بملعبه يبدا هجمته، بودي ليوسف، يوسف حامد، مؤمن طارق للجمال، سيف سمير وتراي واحد على واحد على الباسكت ما بينجحش، يسلم الكيك اوت للجمال، الجمال واختراقات الجمال تتتا في السكه، لكن يسيطر عليها الجمال تاني، يشوط بقى قبل هنا ال 24، لكن هنا ما بينجحش في انه يخلص الهجمه على طول. مستر اوجوستي بوش يطلب تايم اوت لتعديل صفوفه، والنتيجه 22 الاهلي 18 مصر البترول. 4 دقائق 38 ثانيه عزيزي المشاهد، افكر حضراتكم اللي لسه متابعنا حالا ان الكوارتر الاول انتهى بتقدم الاهلي 19-11، معنى كده ان الاهلي سجل في احداث هذه في النص الاول من الكوارتر الثاني 5 نقاط، اما نادي مصر البترول سجل 7 نقاط في احداث هذا الكوارتر. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا افكر حضراتكم ان عمر عزب واحد من الصفقات الجديده اللي تم انتدابها من نادي سموحه هو ومروان سرحان، وعمر عزب هو عمر طارق و عمرو الجندي وايهاب امين في راحه لرجوعهم من بطوله افريقيا اللي فازت بها المنتخب التونسي الشقيق، وعايزين نبارك له ونهنيه ونهني تهنئه خاصه للكابتن امين روزيه لاعب النادي الاهلي السابق والمدرب العام للمنتخب التونسي. وحابين برضو نهني كابتن ياسر ابو الفتوح لانجازه في بطوله كاس العالم تحت 3-3 بوصوله المربع الذهبي، واداء مباريات ما فيش اروع من كده ولا احلى من كده ولا اجمل من كده. انتهى التايم اوت اللي طلبه مستر اوجوستي. عمرو عماد لراستان، عدى راستان لكن يعمل الستيل، مؤمن طارق ويسلم على طول لبودي حسام، بودي
بيبحث عن الفاست بريك، يسلم لمؤمن. مالك ياسر نزل مكان يوسف حامد. مؤمن باصات سريعه من النادي الاهلي. لكن هنا السكيب باس ما راهاش كويس مالك ابو الفتوح. مفيش حاجه خالص. واوت سايد لصالح نادي مصر البترول. 4 دقائق 10 ثواني عزيزي المشاهد. عمرو عماد لرستان. سكرين من عمرو لعمرو عماد تاني و3 بوينت ما بيجيش التسجيل. مالك ياسر بيلم طلع الكره على طول للجمال. الجمال في فاست بريك. مؤمن طارق خيري اوبن شوت 3 بوينت نجح في التسجيل. مؤمن طارق خيري نجح في التسجيل. مؤمن 3 نقاط فاست بريك وخطا شخصي على بودي حسام وتغيير في صفوف النادي الاهلي. خرج بودي حسام ونزل ابراهيم ابو النصر. يبقى كده اعتقد ان كده اللي هيمسك الملعب مؤمن طارق خيري او ابراهيم الجمال. يعني هنشوف دلوقتي في احداث المباراه. يوسف بيعدي قطع حلو قوي ونزل عمل الستيل حلو قوي ابراهيم الجمال. الجمال لمؤمن خيري. يبقى كده زي ما قلت لكم هتبقى الجمال هو البوينت جارد في احداث هذا الكوارتر. مالك ياسر وتراعى الباسكت وقعد على واحد ما جاتش. يعمل سكند شوت حلو قوي ويحصل على خطا شخصي لصالح النادي الاهلي. 25-18 عزيزي المشاهد. 3 دقائق 22 ثانية بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. 4 فاولات هنا 4 فاولات هنا. اي خطا شخصي هنا او خطا شخصي هنا برميتين حرتين. رميتين حرتين وعلى التنفيذ مالك ياسر. ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى. وما بينجحش أيضا في تسجيل الرمية الحرة الثانية. يلم على طول نادي مصر البترول. رستان بيعدي. معاه مؤمن خيري. رستان عدى من مؤمن. لسه الكرة معاه. طلع الكرة لعمرو عماد اللي بيقف بيشوط بينجح في التسجيل. نسبته كويسة قوي الراجل ده. نفس اللعبة بتتلعب وبيسجل منها. أبو النصر لمالك ياسر. مالك لأبو النصر تاني. يقلب الملعب الناحية التانية لسكيب باس وينزل لسيف سمير اللي قاطع له مالك لكن تتضع في السكة على طول من عادل اللي بيطلع فص بريك ليه يوسف صالح. عمرو عماد سلم الرستان. لسه الكرة مع رستان بيقف ميديم شوت بول كرة لسه لكن هنا خرجت اوت. وانا من يعني حابب برضو أنا والد عادل ويوسف حصام لاعبي مصر البترول في وفاة والدهم من 5 أيام اللي هو عصام صالح. هم توأم على فكرة. يعني حابب أنعيهم بقاء لله وللفقيد الرحمة ولأهله والصبر والسلوان. تراعي الباسكت كده من أبو النصر لكن ما بتجيش ومخالفة المشي بالكرة ويخرج في تغيير. أحمد مهيب ينزل مكان مؤمن خيري واوت سايد لصالح نادي مصر البترول. 25-20 عزيزي المشاهد. 2:07 على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عادل عاصم عادل لرستان لستيل من ابو النصر تخبط في ايد رستان وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. مالك ياسر للجمال تحت الباسكت لسيف سمير. بساط سريعه من النادي الاهلي للجمال و3 بوينت. الجمال الجمال يحرز 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. 9 محاولات 3 بوينت للنادي الاهلي في هذا الكوارتر. نجح في تسجيل 3. ميكي لعماد اللي بيقلب الناحيه الثانيه العادل. بيك اند رول حلوه قوي وباسكت حلو من
اللاعب رقم 41 عمرو عماد، والبيك اند رول كان حلو قوي بصراحه، اللعبه حلوه نقول عليها حلوه ليه لا. دقيقه 18 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 28-22 وادي الاند 1 وادي الوان مور ينجح في تسجيلها عمرو عماد. ابو النصر هو اللي بيمسك الملعب دلوقتي، والجيف اند جو حلو قوي ما بين الجمال ومالك، وتنتهي عند سيف سمير بيحاول تروح على الباسكت لكن ما بتجيش. رستان مع ابو النصر، لسه رستان وابو النصر لعادل، يضغط النادي الاهلي، ميكي حاول يعدي واحد على واحد يلف ويرتكز و... لكن تروع على الباسكت ما بتجيش، يلم الجمال على طول ويطلع ويبدا هجمته، يسلم لابو النصر، ابو النصر سيف سمير، الجمال واوبن شوت وثري بوينت تاني لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول رستان. 31 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، وادي فاول وخطا شخصي على احمد مهيب، ورميتين حرتين لصالح رستان لاعب نادي مصر البترول. 24 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، رستان على تنفيذ رميتين الحرتين، ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى، 28-23 لصالح نادي الأهلي. مباريات تعتبر بالنسبة لأوجست التعرف على بعض الوجوه الجديدة مع اللاعبين القدامى. نجح في تسجيل رمية الحرة الثانية رستان، قاعد بيفكر بيشوف بيستكشف لعيبته بيستكشف الناشئين. أحمد مهيب للجمال، تراعي على الباسكت الجمال، سلم لمالك، مالك تراعي على الباسكت ما بتجيش، توصل عند سيف وسيف على السكند شوت ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى ست نقاط لصالح النادي الاهلي. 24-30، ثلاث ثواني وسبع اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الفتره الثانيه او الكوارتر الثاني. اند وان او الوان مور او الرميه الاضافيه لصالح سيف سمير. ما بينجحش سيف في التسجيل، لا نجح في التسجيل على طول، هيضغط النادي الاهلي، توصل لعادل لتراعي على الباسكت لكن بلوك حلو قوي من احمد مهيب في اخر جزئين من الثانيه يمنع باسكت بشكل شيك قوي. 31-24 تاتش بول وينتهي احداث الكوارتر الثاني، جزئين من الثانيه، يوسف شاط لكن على طول تاتي معها نهايه صافره انتهاء احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. 15 دقيقه هي زمن الراحه المقرره ما بين شوطي المباراه، كنت معكم محدثكم ومعلقكم احمد مناع، وننتقل الان الى استوديوهاتنا بمدينه الانتاج الاعلامي، الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد، كابتن سلعوة، كابتن طاهر رجب، تحياتي إليكم وإليكم الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، أنا هاخدها منكم أنتوا، هاخد الأوكي منكم أنتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، رجعنا ليكم تاني في أحداث الكوارتر الثالث من مباراة الأهلي ومصر البترول والدور التمهيدي لمنطقة القاهرة لموسم 2020. خماسي النادي الأهلي في الملعب دلوقتي بيبو زهران، مروان سرحان، أحمد
مهيب، عمرو علاء زهران وسيف، والكرة مع النادي سيف سمير سيف صلاح. وادي اول 3 بوينت لمهيب، لكن ما بينجحش في التسجيل. لما على طول على السكند شوت مهيب تاني و3 بوينت تانية، ما بينجحش ايضا في التسجيل، وبتطلع الكرة اوت سايد لصالح نادي مصر البترول. وافكر حضراتكم النتيجة انتهت بيها الكوارتر الثاني 31-24، وان شاء الله بعد البطولة ما تخلص بطولة دوري المنطقة هتقام يوم 29 بطولة عربية المقامة في اسكندرية ان شاء الله، وبيشارك فيها النادي الاهلي ووصول محترفنا مايكل تومسون امس، وان شاء الله ممكن يبقى له وجود في مباراة يوم الاربع امام نادي الجيش. خطأ شخصي على عمرو علاء زهران، واول اخطاء احداث الكوارتر الثالث، واوت سايد لصالح نادي مصر للبترول. اوت سايد، وادي الكوره مع عادل، عادل عصام لرستان مع عمرو علاء، يطلع لعادل يقلب الملعب على طول ليوسف صالح. يوسف بيحاول بنتريشن يقف ويشوط، لكن بلوك حلو قوي من بيبو زهران. واخر 11 ثانية في زمن الهجمة، والبداية اهلاوية. وادي عمرو عماد شوط ميديم شوط ما بيجيش، لما عمرو علاء زهران، عمرو بيعدي وخطأ شخصي على نادي مصر البترول، يرتكبه يوسف صالح رقم 6، واوتسايد اهلاوي، اوتسايد صالح النادي الاهلي. تواجد ايضا في المقصوره السيد العمري فاروق العمري الوزير السابق ونائب رئيس مجلس الاداره، كابتن محمد دمياطي عضو مجلس الاداره، واكيد طبعا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، والكابتن ياسر رملي والكابتن ياسر نصير. اوتسايد اهلاوي 9 دقائق 5 ثواني، لا زالت النتيجه كما هي 31-24. بيبو زهران بيسلم لسيف صلاح اللي كان في عارة لنادي الطيران ورجع للنادي الاهلي، وادي مهيب وبيعلق لسيف، لكن سيف ما بيلحقهاش، لما على طول عادل عصام او يوسف صالح عفوا لعادل عصام اللي وقف لقى نفسه اوبن شوت فاضي، لم ما بيجيبش على طول، لكن بيلم على طول النادي الاهلي، وبيبو يسلم لاخوه عمرو ويتراي على الباسكت، لكن ما بتجيش، وخطا شخصي برميتين حرتين لراس على رستان لاعب نادي مصر البترول، واوتسايد ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. كريم عماد من نادي مصر البترول يدخل ويخرج يوسف صالح. الاندواء الرميتين الحرتين لعمرو علاء زهران نسبه، لسه عمرو راجع من بطوله دوري الامم المؤهله لكاس العالم 3-3، نجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. رستان بيعدي لسه مع عمرو علاء، تعمل تراب لكن بتخبط في ايد طبقا لاشاره الحكم، خبطت في ايد بيبو وطلعت اوت سايد على نادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي، لسه النادي الاهلي من اول مباراه مان تو مان ما بين ستيل حلو قوي من عمرو علاء اللي عايز يروح حط دنك، حط دنك فعلا بنقطتين لصالح النادي الاهلي، يفتتح معاهم بعد دقيقه ونص من بدايه احداث الكورتر الثالث اول نقطتين في احداث الكورتر الثالث. رستان لسه معاه عمرو مش سايبه، لكن بيرتكب معاه خطا شخصي، قمله على طول اوجستي طلبه بالهدوء، بيقول له مش لازم تضغط عليه قوي كده عشان الفاولات، امشي معاه واقفل له اللاين. ده مجمل الحوار اللي ضرب بين اوجستي وعمرو علاء. عادل طلب السكرين، راح عكس السكرين لعمرو عماد، لسه معاه الكوره عمرو، طلع رستان لكن عمرو علاء والستيل الثاني، وعايز يروح على الباسكت ويروح ويسجل نقطتين، وخطا شخصي على عبد الرحمن بيبو، ورميه حره اضافيه لصالح عمرو علاء زهران. تغيير في صفوف نادي مصر للبترول، هيخرج عادل رقم 1، اعتقد ده ميدو رقم 8، ميدو رقم 8،
ان سبورتس مان لايك فاول على عمرو علاء، ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى والحيازه اهلاويه. مهيب لبيبو زهران، لعمرو علاء، لبيبو تاني، لاخوات سيف صلاح تحت الباسكت، لسه الكره معاه، طلع كيك اوت لبيبو، اخر ثلاث ثواني في ال 24، طلع كيك اوت لكن اوتسايد لصالح نادي مصر البترول. يضغط النادي الاهلي بكل لاعبيه من اول الملعب، سيف صلاح بيضغط على محمد هشام، بيبو لكريم عماد مع مروان سرحان، كريم ومروان، لسه مروان، لسه كريم، عامل منه الستيل، ضغط جامد جدا، دفاع قوي جدا، يعمل الستيل فعلا ويطلع الفاست بريك، مروان سرحان لعمرو علاء اللي بيجري على الفاست بريك وبيوصل وبينجح في تسجيل نقطتين وخطا شخصي على احمد هشام، ومنتهى الروح كده سلموا على بعض، مفيش حاجه خالص، نديه في الملعب حاجه والصحوبيه ده هو الاساس. وادي خطا شخصي على احمد هشام بالاند وان والرميه الحره الاضافيه لعمرو علاء زهران. 39-24 افكر حضراتكم من الشوط الثاني او الكوارتر الثاني، 31-24 ما نجحش عمرو علاء في الفاول شوت الاند وان ولا في السكند شوت ولا هو ولا مروان سرحان، وبتطلع الكره اوت سايد ومستر اوجوستي بيطالب اللعيبه بالضغط ديفنسيفلي، ضغط بس الكره دلوقتي اهلاويه. بيبو هيطلع الاوت، سكرينات بتحصل عشان توصل لعمرو علاء، سكرين تاني لبيبو، اوبن شوت 3 بوينت شوت ما نجحش في التسجيل، يلم مهيب على السكند شوت، لسه الكره مع مهيب، سلم لعمرو علاء لمهيب تاني، قلب لعمرو علاء، بنتريشن عمرو، وقف من بعيد، سجل نقطتين عمرو علاء زهران عشان يوسع الفارق. 24 مصر البترول، 41 الاهلي، 6 دقائق 50 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. احمد هشام، لسه الكره مع احمد هشام، مع سيف صلاح، راح استخدم اللوحه، نجح في تسجيل نقطتين. بيبو زهران، عدى بيبو، بدأ هجمته سيف صلاح، مروان سرحان تحت الباسكت، ارتكز بيمينه، حلوة جميلة، واحدة من فنون مروان سرحان، ينجح في تسجيل نقطتين. ميدو يعدي من مصر البترول، دفاع قوي من بيبو، وقف ميدو شاط ايربول، سيبها عمرو زهران يحرسها للخارج، تطلع اوتسايد، وتغيير في صفوف نادي مصر البترول، خرج رستان ونزل زياد ايمن الشهير بزيزو. احمد مهيب، سيف صلاح مستني اللقطع، قلب الناحيه الثانيه لبيبو، لسه بيبو مع الكوره بشماله، بيبو هجمه عنتريه كده يا بيبو ملهاش لازمه، زيزو مروان سرحان معاه لكن ما بينجحش زيزو في التسجيل، يلم على طول عمرو علاء والفاست بريك عمرو، يعلق لسيف فاليو دانك سيف صلاح، لكن اسيست روعه الروعه من عمرو علاء زهران، واحدة من الألعاب اللي بتعجب المشاهدين. بيبو وقف في دويش شاط ما بينجحش في التسجيل، يلم سيف صلاح ويجرع على الفاست بريك لعمرو علاء اللي بيلحق، ما شاء الله بيجرع على الفاست بريك لكن ما بيلحقش، ما بيلحقش. زيزو وخطأ شخصي على بيبو. طلب عمرو علاء تغيير من مستر اوجوستي، هيدفع بن نصر بداله، تعب، هو الوحيد اللي بيجري على الفص بريك، أربعة وخمسة فص بريك هو اللي مخلصهم بكاونت وان مور. فعلا خرج عمرو علاء وتلقى التحية والإشادة من الجهاز الفني ونزل مكانه محمد أبو النصر. أحمد هشام من مصر البترول، زيزو عدى زيزو، لسه مع الكورة، يقطع ويعمل الستيل على طول بيبو واحد على واحد، فص بريك بيبو، كيك أوت ليه أبو النصر بيبو، بساط سريعة تنتهي عند مهيب بيهوش، يرجع لبيبو تاني، يطلب السكرين من مروان سرحان، لقطع له على الهاي بوست، يقلب الملعب الناحية التانية لمهيب اللي بيهوش، يسلم لمروان سرحان والثري بوينت مروان، لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم زيزو على طول من مصر البترول، يجري زيزو، دفاع واحد على واحد، لكن بلوك حلو قوي، بلوك روعة الروعة من بيبو زهران.
وسط الاثناء دي لو الكاميرا جت كده بسرعه على مستر اوجستي كان في نقاش كده بينه وبين مروان سرحان على حاجه معينه في الدفاع. فاول وخطا شخصي على سيف صلاح. بلوك الثاني ل بيبو زهران. وهنا مستر اوجستي بيقول يعني بيقول له يا سيف يعني ملهاش لازمه اطلع قابل بس يعني فرق الطول لصالحك. خطا شخصي لسيف على سيف صلاح ورميتين حرتين لعبد الرحمن بيبو او ميكي. وادي الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل. 45 26 عزيزي المشاهد، 4 دقائق 46 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. وادي الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل، ما بينجح ينجح في التسجيل الاولى الثانيه مش الاولى. بيبو زهران اول نقاط بيبو في المباراه. مروان سرحان، بيبو زهران لمهيب، مروان فاضي ده الكرة مهيب لكن خطأ شخصي هنا ارتكبه زيزو لاعب نادي مصر البترول ورميتين حرتين لصالح مروان سرحان. اي خطأ شخصي على اي فريق برميتين حرتين، تغيير في صفوف نادي الاهلي وصفوف نادي مصر البترول. خرج عبد الرحمن بيبو ونزل ملك ياسر عفوا من النادي الاهلي، خرج دخل ونزل مكان سيف سيف صلاح. وادي مروان سرحان ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. مروان سرحان على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل، يوسع الفرق إلى 20 نقطة. 27 سبعة أحداث زمن الكورتر الثالث. ميدو عدى ميدو سلم، لا خد السكرين من هشام، قرر ان هو يخترق ووصل ما بينجحش في التسجيل لكن حصل على خطأ شخصي ورميتين حرتين لميدو. رميتين حرتين لميدو لاعب مصر طيران، مصر عفوا مصر البترول. ما بينجحش ميدو في تسجيل الرمية الحرة الأولى. ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. بداية الفرق إلى 19 نقطة، 28 47، 4 دقايق 5 ثواني. مالك ياسر، أبو النصر لبيبو، مهيب أوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. مروان سرحان بيحاول على السكند شوت ما بينجحش، يلم على طول زيزو يقطع في السكة ويعمل الستيل. بيبو زهران وتروح الكرة اوتسايد لصالح نادي مصر للبترول. ميدو ياخد السكرين من احمد هشام، لسه الاهلي مان تو مان. ميدو طلع لاحمد هشام، لهشام او محمد هشام. وادي احمد هشام تراي كده على الباسكت لكن تتخطف منه وتتزق على طول، والفاست بريك لبيبو حلو. الفاست بريك بيبو يحط الدنك، حط الدنك بيبو وينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق الى 28 49، 3 دقائق 27 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. محمد هشام ياخد السكرين على طول من احمد هشام، الكيك اوت لكريم عماد، الشوت تو ميديم ما بينجحش في التسجيل. بيبو زهران يلم يطلع الفاست بريك لمروان سرحان وبمنتهى الهدوء لكن يقطع ويعمل الستيل. كريم عماد بيعتذر مروان لمالك ياسر، يهدى زيزو على ملعبه في مصر البترول، سلم لهشام. تغييرين قادمين في صفوف النادي الاهلي. احمد هشام ومعاه مروان تراي على الباسكت ما بيجيش، يلم مروان على الديفنسيف ريباوند يسلم لابو النصر، ابو النصر لبيبو يهدى بيبو ملعبه لابو النصر، يسلم لبيبو تاني. بيبو اوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، تزق الكرة توصل لأبو النصر تحت الباسكت، مالك ياسر الكيك اوت لأبو النصر اوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل ايضا، يلم على طول احمد هشام من مصر البترول، يهدى على ملعبه ويسلم ليه ميدو. ميدو بيطالب لعيبته بالهدوء، معاه مهيب. في اصابه هنا لاحمد هشام تقريبا شد او حاجه في القدم، يعني سلامات لهشام اللي هيخرج وينزل مكانه عبد الرحمن بيبو.
وخرج مروان سرحان واحمد مهيب وبيبو من النادي الاهلي، نزل مكانه مبودي حسام ومؤمن طارق خيري وسيف سمير. بيبو اول نزول ليه وثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم سيف سمير على طول اللي بيعدي بالملعب، دور على بودي حسام، لا بودي حسام فعلا عدى بودي حسام او عبد الرحمن حسام، ابو النصر واقف، ابو النصر مالك ياسر سيف تحت الباسكت بياخد بوزيشن، اربع ثواني على 24 شاط مالك ياسر ابو الفتوح ما بينجحش في التسجيل، يلم كريم عماد من مصر البترول لاحمد، وسط سريعه لكن الحكم بيقول العب مالكش دعوه بالصفاره لبيبو، عبد الرحمن بيبو عدى يسلم لاحمد هشام لميدو، الهجمة بيبدأها بودي حسام يلعب على الزون، رجع تاني للخطة اللي كانت ماشية على الزون في أول الجيم، قطع مالك ياسر قلب الناحية التانية لكن زيزو قرف السكة وعمل الستيل، جيري زيزو هدى على ملعبه وبدأ هجمته، عبد الرحمن بيبو لسه مع الكورة، لسه بيبو مع الكورة الكريم عماد لبيبو تاني السكرين، قرر انه يشوط اوبن شوت 3 بوينت نجح في التسجيل، ثلاث نقاط في اخر 10 ثواني من احداث زمن الكورتر الثالث، خلاص خمس ثواني على انتهاء زمن الكورتر، ابو النصر لمؤمن خيري و 3 بوينت مؤمن لكن ما بينجحش في التسجيل، مؤمن خيري وتيجي معاها صافره انتهاء احداث الكورتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 49-35. دقيقتين هي زمن راحة المقررة ونعود إليكم مرة أخرى. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين مع بداية أحداث الفترة الرابعة والكورتر الرابع والأخير في أحداث هذه المباراة في بطولة الدوري تمهيدي منطقة القاهرة لموسم 2020. وادي البيك أند رول الحيازة التبادلية لصالح نادي مصر للبترول، والميديم شوت من زيزو لكن السكند شوت برضه عند مصر البترول، وادي تراي على الباسكت ما بيجيش، يلم مؤمن خيري يسلم لأبو النصر لبودي حسام، بودي لابو النصر تاني، بودي حسام يهدى على ملعبه بودي يبدا هجمته، مؤمن خيري سيف سمير ابو النصر يوسف حامد وسيف بودي حسام ده الخماسي، واد سيف سمير تحت الباسكت واوفنسيف فاول خطا شخصي في خطا مهاجم على سيف سمير، خطا شخصي على سيف سمير اوفنسيف فاول لعلاء صالح احمد هشام، يعني سلامات ليه طبعا، تم استدعاء الدكتور كدمه في الوجه كده، يعني سلامات ليه احمد هشام. قام بالسلامة الحمد لله، ألف سلام عليه. وأوت سايد لصالح نادي مصر البترول، النتيجة زي ما قلت لحضراتكم 49-35، 9 دقايق 17 ثانية يا عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. كرة مع مصر البترول على طول زيزو، أو عفوا عبد الرحمن بيبو لعمر عماد لزيزو
لعمر عماد تاني. عمر عماد واحد من اللعيبة المتألقة، دي لعبته ومن الكوارتر الأول يعني جاب منها مثلا أربعة أو خمسة تراي. وادي زيزو واحد من نجوم اللقاء في الكوارتر التاني والتالت والرابع، وتراي على الباسكت ما بتجيش. لسه الأهلي عنده ها قدر يلم فعلا، تسلم لبودي، بودي حسام فص بريك ترانزيشن كويس، طلع كيك اوت لابو النصر، شوط ابو النصر ما نجحش في التسجيل، وخطا شخصي فعلا على يوسف حامد، بوشن كده على يوسف حامد وخطا شخصي لصالح نادي مصر البترول. اوتسايد لمصر البترول 49-35 عزيزي المشاهد في بدايه اولى المباريات الرسميه للنادي الاهلي مع الساحر اوجوستي جولبي بوش الاسباني الجنسيه المدريدي البرشلوني، التشجيع يعشق برشلونه. وادي زيزو 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، سيف سمير تخبط في ايده، يعني كان محتاجه توقع اقوى من كده سيف. اوتسايد واربع ثواني على زمن انتهاء زمن الهجمه والكره لمصر البترول. اوتسايد اربع ثواني، يا ترى مصر البترول هيتعامل مع الاربع ثواني دول ازاي؟ اوتسايد هيطلع زيزو يسلم لعماد اللي بيهوش يقف يباصي تخبط في ايد كريم عماد وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 49-35 8 دقائق 14 ثانية على انتهاء زمن الكورت الرابع والمباراة. بودي حسام هو اللي هيمسك الملعب. لسه مصر تأمين زون ديفنس. أبو النصر بودي ليوسف حامد بصات سريعة بيطالب بيها أوجوستي، قطع يوسف كان المفروض يديله سيف، لكن سيف في السيمي هوك نجح سيف في تسجيل نقطتين كويسين قوي لصالح النادي الأهلي. عد عادل اتعمل عليه تراب لكن وصل لكريم عماد. كريم اللي واقف وشاط 3 بوينت ما بنجحش في التسجيل، ابو النصر على طول يلم ويطلع بالفص بريك ويحاول، لكن ارتكب معاه خطا شخصي من زيزو لاعب مصر البترول ورميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. واحد وخمسين 35 سبع دقائق 39 ثانية على انتهاء زمن احداث الكوارت الرابع والمباراة. في مباراة الاولى لأوجوستي جولبي بوش ومحمد ابو النصر ينجح في تسجيل رمية الحرة الاولى وينجح في تسجيل رمية الحرة الثانية، وتغيير في صفوف النادي الاهلي، هيخرج ابو النصر وينزل ابراهيم الجمال. لسه الاهلي بيضغط، عبد الرحمن بيبو ومعاه بودي حسام، عدى بيبو وادي عصام حلوه الباصه لكن ما بنجحش في التسجيل، يحاول يلم مؤمن خيري لكن ما بنجحش في التسجيل وبتطلع اوت سايد لصالح نادي مصر البترول. تايم اوت تايم اوت يطلبه المدير الفني لمصر البترول. وزي ما قلنا لحضراتكم بداية دور التمهيدي لمنطقة القاهرة موسم 2020. طبعا عايز يعني احمد هشام لاعب رقم 14 او محمد هشام عفوا لاعب رقم 14 يعني الحمد لله قدامنا بخير وبسلام، سلامات طبعا، الف سلامه عليه وعلى كل لاعبينا من كل الاصابات، يعني ربنا يحفظ كل لاعبينا وكل الناس يا رب من كل الاصابات ومن ويخلصنا من كوفيد 19 ده يا رب وترجع الحياه عادي تاني ان شاء الله. تعليمات أوجوستي بوش في التايم اوت، وزي ما قلت لحضراتكم وصل بالامس المحترف الامريكي مايكل تومسون وقد يشارك في المباراة القادمة، ورباعي المنتخب عمر عزب عمر طارق و إيهاب أمين وعمر الجندي في راحة بعد خوض منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة
7:24 عزيزي المشاهد، 53 الاهلي 35 مصر البترول، والكره مع مصر البترول. زيزو يقف، معمول عليه دفاع قوي لعادل، لعمر عماد بياخد السكرين، عادل بيقف ويشوط، ينجح في تسجيل نقطتين قبل انتهاء زمن الهجمه. بودي حسام بوينت جارد النادي الاهلي، 37:53 7 دقائق على انتهاء زمن الكورت الرابع والمباراه. سيف سمير قطع له حلو، يوسف 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 حامد ينجح في تسجيل نقطتين بقطع حلوه بمنتهى السلاسه والسهوله. عدى بيبو ليه عادل مع الجمال، فتح له البيز لاين وصل، لكن الجمال يلم على طول ديفنسيف ريباوند، بودي حسام بيعدي والفاست بريك، بودي يسلم لسيف سمير، سيف للجمال يلحق قبل ما تطلع اوت، لكن يخطف في السكه بيبو اللي بيسلم لعادل. عادل بيستنى بيبو، فعلا استنى بيبو وادى لبيبو، بيبو بيحاول يلعب واحد على واحد، يسلم لزيزو الاوبن شوت 3 بوينت ما بيجيش، سيف سمير يلم من جرى على الفاست بريك هنا. الجمال لمؤمن، للجمال تاني يبدا هجمته لمؤمن خيري، وال 3 بوينت مؤمن خيري الثانيه ليك يا مؤمن، ينجح في تسجيل 3 نقاط. 37 مصر البترول 58 النادي الاهلي، 6 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه. عمر عماد لزيزو، راح له سكرين عمر، عدى بالسكرين وقف زيزو شاط ايربول، يلم على طول عصام قطع له حلو قوي عادل بشماله، ينجح في تسجيل نقطتين في غفله دفاعيه من دفاع النادي الاهلي. بودي حسام لسيف سمير، مؤمن خيري سيف تاني، حاول يلعب واحد على واحد، سيمي هوك سيف ما بنجحش في التسجيل، يحاول معاه يوسف لكن ما بنجحش ايضا في التسجيل، سلم على طول لزيزو. لسه بيبو معاه الكوره، ياخد سكرين من عصام، عصام تراي 1 اون 1 وصل راح ما بينجحش في التسجيل، لكن يلم عمر عماد تاني من سيف سمير، قطع له عادل واحد على واحد وقابله يوسف حامد، لكن يعترضوا بخطا شخصي يستوجب رميتين حرتين على يوسف حامد على تنفيذهم. عادل عصام لاعب نادي مصر البترول، رميتين حرتين ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. عادل عصام وعلى تنفيذ الرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل. تغيير في صفوف مصر البترول، خرج عادل عصام اللي لسه شايط ونزل ميشو حسن رقم 4. 58:40 4:57 على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. بيبو زهران وسيف صلاح بيسخنوا، يوسف حامد لبودي حسام اللي شوت 3 بوينت ما بيجيش، حاول معاه السكند شوت لكن زيزو يلحق على طول، يجري زيزو يسلم لعمر عماد اللي هوش راح واحد على واحد وصل، كان عايز يحط دنك لكن بيتم اعتراضه على طول بجود ديفنس. يوسف حامد بيدور على الجمال، سلم لبودي حسام، بودي ويبدا الهجمه، بودي لمؤمن طارق، مؤمن والجيف اند جو لا ما عملهاش، لبودي حسام، يوسف حامد عايز يقلب الناحيه الثانيه لكن تقع من ايده كده، يقول له ارجع ارجع ما يهمكش، اقف بس اقف بس اقف بس، فعلا وقف سيف سمير خلص الموضوع على طول ولم الريباوند وسلم ليه بودي حسام، قلب الناحيه الثانيه لمؤمن خيري للجمال شاط الجمال، نجح الجمال 3 بوينت يوسع الفارق الى 21 نقطة. 3 دقائق 58 ثانية على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراة. مؤمن وميشو حسن خد سكرين من عمر عماد، ميشو عدى ميشو عايز يباصي الكورة لكن تخبط في رجله لعيبة النادي الاهلي وتطلع اوت سايد لصالح مصر البترول. تغيير 3 تغييرات في صفوف النادي الاهلي، بيبو زهران، مالك ياسر، سيف صلاح بدال بودي حسام ويوسف حامد وسيف سمير. اوتسايد بيبو من مصر، من مصر البترول لبيبو
وقف شاط ملك ياسر يلم على طول لمؤمن خيري يجري بالملعب مؤمن عشان يبدا الهجمه يقلب الملعب الناحيه الثانيه لبيبو زهران الجمال ماشيه معاك يا جيمي ماشيه معاك يا جيمي ماشيه معاك يا جيمي ابراهيم الجمال والثلاثيه الثانيه 3 دقائق 20 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه 64 40 وخطا شخصي على مؤمن خيري 3 دقائق 19 ثانية 64 40 خطأ شخصي على مؤمن خيري واوتسايد لصالح مصر البترول بيبو لميشو حسن بيبو تاني عدى طلع الكيك اوت ليه عبد الرحمن بيبو عمر عماد وقف طلع الباصة لكن ما يلحقهاش بيبو بتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي مؤمن خيري هيخرج وينزل مكانه عمرو علاء زهران بيبو زهران قطع حلو مالك استلم يطلع كيك اوت لكن بعيده على بيبو زهران واوت سايد لصالح نادي مصر البترول دقيقتين 50 ثانية ميدو نزل مكان عبد الرحمن بيبو في صفوف نادي مصر البترول دقيقتين و50 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة 24 نقطة هو الفارق في مرحلة تقدر تقول عليها كده الرؤية الفنية او استكشاف اللاعبين وتجريب بعض الخطط من اوجست بوش اوتس كرة تقطع في السكة كده لكن توصل لعمرو علاء لكن تتخطف منه تاني تروح لميدو من نادي مصر البترول ميدو يوصل لميشو وادي سكرين ميشو حاول يعدي طلع كيك اوت لعبد الرحمن بيبو اللي بيشوط 3 بوينت وينجح في تسجيل 3 نقاط على طول تروح الكرة لبيبو زهران بيبو يعدي وخطأ شخصي على نادي مصر للطيران مصر البترول عفوا وي اوتسايد لصالح النادي الاهلي بيبو زهران لاخوه علاء مالك ياسر قلب الناحيه الثانيه للجمال لبيبو بيحاول يخترق طلع لمالك مالك لعمرو عمرو واختراقات عمرو وصل عمرو لما ينجح عمرو في التسجيل يحاول معاه سيف صلاح ثاني لكن بتلم على طول من نادي مصر البترول سلم على طول عمر عماد لميشو ميشو مع مالك ياخد سكرين من عمر عماد لسه مالك بيضغط عليه اخر 10 ثواني في انتهاء زمن الهجمه سلم تحت الباسكت العادل عمرو علاء ما تنطش يا سيف ليه نطيت يا سيف لكن ما جاتش خلاص لم السيف على طول سلم على طول لعمرو علاء عمرو لبيبو بيبو للجمال اخر دقيقه 15 ثانيه بيبو يهوش يوصل يطلع كيك اوت للجمال اللي بيشوط 3 بوينت الجمال 3 3 بوينت الجمال في 4 دقايق ابراهيم الجمال ينجح في تسجيل ثالث 3 بوينت ليه دقيقه بالتمام وكمال عزيز المشاهد والنتيجه 67 43 لصالح النادي الاهلي لسه ميشو وخطا شخصي على بيبو زهران واوت سايد لصالح نادي مصر للبترول. خمسين ثانية هي المتبقية في زمن المباراة. عبد الرحمن بيبو بنتريشن حلوة قوي من البيز لاين ينجح في تسجيل نقطتين. بيبو زهران يوسع الفرق إلى 22 نقطة أو ده الفارق باصة كده أي حاجة يخطف عمرو عماد اللي عايز يجيب دنك لكن ما بينجحش في التسجيل. وبيطالب بخطا شخصي لكن الحكم بيقول ما فيهاش حاجه 32 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه خلاص كده نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي 67 45 خلاص 32 ثانيه في اولى تجارب النادي الاهلي في تمهيدي منطقه القاهره وادي الكوره مع عمرو علاء لمالك اللي بيقلب الملعب للجمال بيهوش يطلع لعمرو علاء اللي اوبن شوت فاضي 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل سيف ومالك بيلموا تنتهي عند مالك اللي بيطلع كيك اوت وخطا شخصي على نادي مصر البترول
واوت سايد لصالح النادي الاهلي. هل هي تو شوتس ولا يعني على حسب راي الحكم؟ خلاص اوت سايد. مالك ياسر 10 ثواني خلاص اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. سيف صلاح اللي بيطلع لبيبو زهران لعمر، لكن دبل دريبل في اخر ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه. مبروك للنادي الاهلي بالقياده الاولى لمستر اوجوستي جولبي بوش بفوزه على نادي مصر للبترول بالنتيجه حتى هذه اللحظات 67-45. فاضل دي ثانيه وتسع اعشار من الثانيه وان شاء الله هيبدا الماتش الثاني ما بين الاهلي ونادي الجيش يوم الاربعاء باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لمستر اوجوستي بوش في اول تجاربه مع النادي الاهلي اللي نازل بيحيي لعيبته وبيسلم على اللاعبين. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم في مباريات اخرى باذن الله. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، ارجو ان اكون قد وفيت بنقل هذه المباراه. شكرا لكم والى الاستوديو والزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد والكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب. اليك الميكروفون، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.